سرورنا كبير جدا اليوم ونحن نرى الاهتمام بشريحة مهمة جدا من أبناء المحافظة وهي الأطفال اللي هم حقيقة عماد المستقبل، واللي صارت بعض الهشاشة في المؤسسات التربوية الحكومية. لذلك على المنظمات واجبها الأخلاقي والوطني أنه تنهض بهذه الشريحة المهمة من أجل أن نضمن مستقبل هذا البلد العظيم إن شاء الله. حقيقة أنا من موقعي ومن خلال قناتكم الكريمة أناشد المنظمات الدولية الأممية اللي تهتم بجانب الطفولة. احنا عتبنا كبير على منظمة اليونيسيف اللي هي حقيقة الراعي الأكبر للطفولة في العالم. أطفال العراق أيضا إن شاء الله يعني نطالب بحصتهم من الاهتمام والدعم، وهذا أعتقد واجبهم الإنساني. لذلك نرى أنه خاصة في محافظة المثنى كحكومة محلية ترحب كل الترحيب بالمنظمات الدولية ومن ضمنها أخوتنا في اليونيسيف. اليوم اجتمعنا منظمة أليس للطفولة وبرنامجهم اليوم اللي ضمن المرسم الصغير والسينما والتعليم ونشاطات لتعليم الأطفال وخاصة الأطفال للأيتام والمعدمين. حقيقة نبارك يعني اليوم الرصيد، كل الرصيد هو بالأطفال وتعليمهم وتوصيل لهم الفكرة المناسبة لتعليمهم، وكذلك تقوية الأطفال من الناحية التدريسية والفكرية والذهنية. وكذلك ضمن برنامج مؤسسة أليس هو الرفق بالحيوان والمناخ وتعليمهم الزراعة. والله بالنسبة احنا يعني احنا داعمين لها يعني كرجال أعمال، كاتحاد رجال أعمال وكتجار، داعمين للأيتام وللطفولة ورعاية وكل ما يحتاجه الطفل وخاصة المعوزين. هاي يعني اليوم الحمد لله والشكر أكو مؤسسات يعني ترعى الأيتام والطفولة وصار توصيل الحقوق لهم ومساعدتهم عمل جيد جدا وسهل ويوصل خلينا نقول الحقوق إلى مستحقيها.